الثالثة عصرا، أهلا بكم. هنا القاهرة عاصمة الخبر. بداية هذه الجولة مع أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل شرم الشيخ المصرية اليوم للمشاركة في قمة المناخ. موسكو تعلن اكتمال سحب قواتها من خرسون وتشدد على أنها أراض روسية. إيطاليا تعرب عن صدمتها إزاء رد فعل فرنسا بشأن رفضها استقبال سفينة المهاجرين. إذا نبدأ نشرتنا من ملف قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية. يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في قمة المناخ COP27. تأتي مشاركة بايدن بالقمة في إطار جولة تشمل حضور اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا في كمبوديا. كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول الـ20 في إندونيسيا التي من المقرر أن تشهد لقاءه مع نظيره الصيني شي جين بينغ. هذا وتتواصل أعمال مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة العديد من الزعماء والمنظمات، وتركز مناقشات اليوم على إزالة الكربون عبر مجموعة من حلقات النقاش وموائد مستديرة والأحداث رفيعة المستوى. وتستهدف المناقشات استكمال عملية المفاوضات الرسمية من أجل زيادة التفاهم بين أصحاب المصلحة وتحقيق التنفيذ السريع لاتفاق باريس. وخلال فعاليات COP27 حددت دول تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي خطوات للمساعدات في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون عن طريق خفض الانبعاثات في قطاعات تشمل الطاقة والنقل والصلب. جاءت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا من بين تلك الدول التي دعمت مجموعة من 25 إجراء ذا أولوية. قال محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 إن هذا يمثل خطة دولية ملموسة لإزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات بحلول عام 2030. على المستوى المحلي حيث أن مثل أنظمة الإنذار المبكر. هذا ويحذر العلماء من استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض واختلال النظام البيئي نتيجة احتراق الوقود الأحفوري ومصادر الاحتراق الأخرى. وشهد عام 2022 ارتفاعا قياسيا في هذه الغازات ومن بينها الكربون مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية، مما يهدد العالم بارتفاع درجات الحرارة 1.5% بحلول 10 سنوات.
لا تزال قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية تبعث برسائل أمل في خفض الانبعاثات الكربونية رغم قتامة المشهد الدولي في إحصاءاته لتلوث البيئة عام 2022. وتأتي هذه التطورات لتدق ناقوس الخطر بضرورة إيجاد حلول سريعة، حيث يرتبط فلك إزالة الكربون من الغلاف الجوي بإزالة مسببات وجوده التي تنتج من احتراق الوقود، الغاز، انبعاثات مصانع قطع البناء والتشييد وجميع مصادر الاحتراق في الصناعات الثقيلة والمخلفات الزراعية، واستخدام الطاقة النظيفة بديلاً في الصناعة ووسائل النقل والحفاظ على الأشجار والغابات، لا سيما أنه يعمل على تدفئة الأرض بامتصاص ضوء الشمس وتسخين الغلاف الجوي وارتفاع درجات الحرارة التي يخشى العلماء من ارتفاعها بنسبة 1.5% درجة مئوية، ويحذرون من الوصول إلى هذه الدرجة بحلول عام 2031. مخاطر لا تعد ولا تحصى من زيادة الغازات الدفيئة أثرت بشكل مباشر على جودة الهواء وتهدد صحة الإنسان بتدهور الجهاز التنفسي وصولاً للوفاة، بعد أن أكدت الأمم المتحدة أن 99% من سكان الكوكب يستنشقون هواء ملوثا. كما تؤدي زيادة الغازات الدفيئة إلى اختلال النظام البيئي من ارتفاع لدرجات الحرارة وزيادة الفيضانات والجفاف والتصحر والكوارث الطبيعية التي تضاعفت 5 مرات منذ غزو الصناعة للعالم، ما يهدد سوق الأغذية العالمية والحصول على موارد مياه نظيفة، ويقطع الطريق أمام تحقيق تنمية مستدامة تحمي الإنسان من مخاطر السنوات القادمة. وللمناخ تأثير كبير على ملف المياه، حيث أكد علماء في وكالة ناسا أن عام 2022 شهد واحدة من أكثر حالات الجفاف انتشارا منذ عقود. ووفق تقديرات الأمم المتحدة يعاني نحو 55 مليون شخص على مستوى العالم من الجفاف كل عام. أعلن الكريملين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها، وذكر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه يمكن تحقيق الأهداف الروسية عبر المفاوضات، إلا أنها أمر مستبعد في الوقت الحالي نتيجة الموقف الأوكراني. وشدد بيسكوف على أن مدينة خيرسون تعد جزءا من روسيا وهو واقع لا يمكن تغييره. أعلنت مصادر حكومية في كييف أن القوات الأوكرانية تتمكنت من تحرير أكثر من 41 بلدة في جنوب أوكرانيا. أفادت المصادر أن عملية الدفاع مستمرة لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي احتلتها روسيا. في غضون ذلك، أعلن حاكم مدينة ميكولايف مقتل 6 مدنيين في قصف شنته روسيا على مبنى سكني جنوب أوكرانيا. تأتي هذه التطورات بعد إعلان موسكو بدء انسحاب قواتها من بعض النقاط بمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أكملت الانسحاب من خيرسون صباح اليوم. وأوضحت الوزارة أن جميع القوات والمعدات التابعة للجيش الروسي نقلت إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وكانت موسكو قد أمرت بانسحاب قواتها من الضفة اليمنى من النهر نظرا لأن محاولاتها للحفاظ على موقعها وإمدادات القوات غير مجدية، ونفت روسيا تكبدها أي خسائر أثناء الانسحاب. من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إن سحب روسيا لقواتها بمنطقة خيرسون سيستغرق أسبوعا على الأقل. أوضح ريزينكوف أن روسيا لديها 40,000 جندي في منطقة خيرسون، معتبرا أن هذا الانسحاب سيسمح لقوات الجانبين بالتفرغ للقتال في أماكن أخرى. يأتي ذلك وسط حلول شتاء على البلاد سيبطئ العمليات في ساحة المعركة، ما يسمح لكلا الطرفين بإعادة تنظيم الصفوف وفق ريزينكوف.
نقلت مصادر إعلامية أوكرانية عن سكان قولهم إن جسر أنتونيفسكي قد انهار، ويعد الجسر الطريق الوحيد القريب الذي يعبر من مدينة خرسون بجنوب أوكرانيا إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو والتي تسيطر عليها روسيا. في غضون ذلك أخلى مسؤولون روس المدنيين من خرسون، حيث شوهد بعض سكان المدينة وهم يصلون بالحافلات إلى شمالي شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تجري مناورات للجنود الروس باتجاه موقع معد لها على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو. كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن سترسل قذائف مدفعية قامت بشرائها من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا رغم رفض كوريا الجنوبية لذلك. أوضح المسؤول الأمريكي أن كوريا الجنوبية اشترطت على واشنطن أن تكون المستخدم النهائي للذخيرة عملا بسياسة سول بعدم إرسال أسلحة فتاكة لأوكرانيا. يأتي ذلك في وقت تحاول فيه كوريا الجنوبية تجنب استدعاء روسيا لأسباب اقتصادية. أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، وتصل قيمة هذه الحزم إلى 400 مليون دولار. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون إن حزمة المساعدات ستشمل 4 أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز أفنجر، بالإضافة إلى ذخيرة لنظام الدفاع الجوي هوك. من جانبه أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن النظام الدفاعي الذي ستتسلمه كييف من واشنطن مهم للغاية في هذه المرحلة. وقال زيلينسكي إن بلاده قد تستغرق أعواما لإزالة الألغام والمتفجرات التي تركتها القوات الروسية في المدن الأوكرانية. إن أول وأهم شيء بعد إنهاء الاحتلال هو نزع الألغام. لقد ترك المحتلون آلاف الألغام والذخائر غير المتفجرة. لقد استمعت كثيرا إلى تقديرات تشير إلى أن تطهير أوكرانيا من الألغام قد يستغرق عقود. لا نستطيع الانتظار كل هذا الوقت. يتعين علينا الانتهاء خلال سنوات من هذا الأمر الذي يستغرق في مناطق أخرى من العالم عقودا بعد المعركة. ونتحول الآن مشاهدينا إلى الزميلة أمل الحناوي وهذه المتابعة لتطورات الأزمة الأوكرانية. إليك أمل. شكرا لك ياسر، شكرا رغدة، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأوكرانية كييف دكتور سعيد سلام، الباحث في العلاقات الدولية. بداية وبعد التحية، كيف ترى تصريحات الكريملين بشأن اعتبار خيرسون مدينة روسية بالرغم من انسحاب القوات منها؟ بداية مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. يمكن أن يقول المتحدث باسم الكريملين ما يشاء، ولكن ما شاهدناه اليوم من خروج المواطنين الأوكرانيين داخل مدينة خرسون لرفع العلم الأوكراني داخل المدينة يعتبر يعني علامة فارقة، ولا لا داعي يعني توضح بشكل كامل انتماء الإقليم للدولة الأوكرانية والمواطنين إلى الشعب الأوكراني بدون هذه الاستفتاءات الصورية المزيفة التي قامت بها السلطات الروسية منذ شهر ونصف تقريبا. لذلك يجب على الكريملين أن يتحقق من الواقع على الأرض من خلال التغيرات التي تقوم بها القوات الأوكرانية بتغيير الواقع بعد تحرير تقريبا 50% من الأراضي الأوكرانية التي تم احتلالها بعد 2014 عفوا بعد 24 من فبراير 2022، أي بعد بداية
العدوان. وسوف تستمر القوات الأوكرانية بتحرير القوات الأراضي الأوكرانية المحتلة بما فيها أيضا شبه جزيرة القرم المحتلة عام 2014، وذلك بناء على الموقف السياسي والعسكري الواضح للقيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية. دكتور سعيد، كيف ترى أيضا رد الفعل الأوكراني حول تصريحات الكريملين بأن خيرسون مدينة روسية؟ طبعا الجانب الأوكراني لا يعترف بهذه التصريحات، وكما ذكرت يمكن الكريملين أن يقول ما يشاء. أوكرانيا تعتبر أن جميع الأراضي المعترف بها دوليا بحدود عام 1991 هي أراضي أوكرانية، وكل جندي موجود روسي أو أجنبي داخل هذه الأراضي هو يعتبر من ضمن القوات الاحتلال. لذلك سوف تعمل كما ذكرت القوات الأوكرانية على تحريرها بالوسائل العسكرية في حال لم يتم الاتفاق على سحب هذه القوات من جميع الأراضي الأوكرانية عبر المفاوضات. دكتور سعيد، يعني يمثل القرار واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية، وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع. كيف ترى مستقبل الصراع في خيرسون، وهل ونحن مقبلون على شتاء على يعني على البلاد هناك، هل هذا سيبطئ من العمليات العسكرية في ساحة المعارك؟ بداية يجب القول أن الإعلان الروسي بسحب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبر في إقليم خيرسون هو يعني إعلان هزيمة عسكرية كاملة والاعتراف بهذه الهزيمة من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هزيمة المشروع السياسي الذي كان يريد تطبيقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعبر استعادة أمجاد الإمبراطورية الروسية والأراضي الروسية القديمة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية فإن قدوم فصل الشتاء سوف يبطئ بعض الشيء العمليات العسكرية في على جميع الجبهات، وأعتقد أننا سوف نشهد بعض العمليات والمناورة العسكرية والقصف المتبادل بالمدفعية مع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في بعض الجبهات. ولكن تغير الواقع على الأرض سوف يسمح أيضا بالنسبة للجانب الأوكراني بنقل بعض القوات من جبهة خيرسون إلى جبهة لوغانسك أو زاباروجيا من أجل أيضا التقدم من هناك لتحرير هذه الأراضي. طبعا الطرفين سوف يحاولون استغلال هذه الفترة المقبلة من أجل إعادة تجميع قواتهم وترميمها مرة أخرى للتقدم، لكن أعتقد أن لدى الروس فرصة ضئيلة جدا لأن إمكانياتهم العسكرية والمادية والبشرية تتناقص يوميا، ولا يمكنهم حتى الآن رغم عملية التعبئة الجزئية التي فشلت فشلا ذريعا عمليا لا يمكنهم إعادة تجميع وترميم قواتهم خلال فترة قصيرة. لذلك هم يضغطون بشكل كبير من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات لتحقيق هدنة أو توقف مؤقتا لهذا الحرب قد يستمر لبعض الأشهر أو لبعض يعني من أجل إعادة ترميم هذه القوات والبدء بعدوان شديد. لكن الجانب الأوكراني يفهم هذه الأهداف، وأيضا حلفائه الغربيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا أعتقد أنهم سيسمحون لروسيا بتحقيق هذا الهدف لأنهم في المستقبل قد يعطون أملا أو إشارة إلى بعض الأنظمة الأخرى التي لديها أطماع توسعية للقيام بمثل هذه المغامرات العدوانية بالعدوان على الدول الجارة لاحتلال أراضيها وضمها. لذلك أعتقد أن الدعم الغربي سوف يستمر لأوكرانيا
ماديا وعسكريا من أجل تحقيق جميع الأهداف المعلنة من قبل الجانب القيادة السياسية الأوكرانية بتحرير جميع الأراضي عسكريا في حال لم يعني يرضى الجانب الروسي بتحقيقها عبر المفاوضات. من العاصمة الأوكرانية كييف دكتور سعيد سلام الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات وشكرا على كل هذه المعلومات. عودة مشاهدينا الكرام إلى الزميلين ياسر رشدي ورغدة أبو ليلى واستكمال باقي ملفات النشرة، إليكما. شكرا لك أمل. قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي إن محادثات بين وفد روسي ومسؤولين كبار من المنظمة الدولية بدأت اليوم في جنيف حول شكاوى موسكو بشأن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. كانت روسيا قد أبدت إمكانية انسحابها من الاتفاق الذي قد ينتهي العمل به في 19 من نوفمبر الجاري، ما لم يتحقق تقدم في معالجة مخاوفها. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية العمل الدولي على التخفيف من آثار الأزمة في أوكرانيا خصوصا في مجالي الغذاء والطاقة. جاء هذا في لقاء عقده العاهل الأردني مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن الذي تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. كما أكد الملك عبد الله على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967. بدوره أكد رئيس الوزراء البريطاني على دور الأردن المحوري في الشرق الأوسط باعتباره أهم حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين السابعة عشر بإندونيسيا. يعد الاجتماع المرتقب بين الرئيسين أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ تولي بايدن منصبه. كما أفادت الخارجية الصينية أنه من المتوقع أن يلتقي جينغ بينغ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة. نأمل أن يتمكن الجانب الأمريكي حقا من التمسك بروح الاحترام المتبادل والعمل مع الصين ولعب دور مسؤول في حماية استقرار العالم وتنميته. تلتزم الصين دائما بمبدأ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين مع حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية. أعربت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن صدمتها إزاء رد فعل فرنسا تجاه رفض روما استقبال سفينة أوشن فايكينغ التي تقل مهاجرين. قالت ميلوني في مؤتمر صحفي إن الغضب الفرنسي غير مبرر ولا يمكن أن تكون إيطاليا هي المرسى الوحيد للمهاجرين عبر المتوسط. لقد صدمت برد الفعل العدواني من حكومة فرنسا والذي أعتبره من وجهة نظري مبالغا فيه وغير مفهوم. أعتقد أن نسبة كبيرة من الرأي العام قد صدمت أيضا. كانت فرنسا أعلنت أن رفض إيطاليا استقبال سفينة المهاجرين أوشن فايكينغ أمر غير مقبول وقد تكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين. السلطات الفرنسية بدورها أعلنت رسو سفينة أوشن فايكينغ في ميناء تولون جنوب البلاد بعد رفض الجانب الإيطالي رغم المناشدات العديدة في عرض البحر. بعد أكثر من 18 يوما في عرض البحر أعلنت السلطات الفرنسية رسو سفينة أوشن فايكينغ في ميناء تولون جنوب فرنسا.
استقبل الميناء الفرنسي أكثر من 230 مهاجرة بعد إجلاء 4 مهاجرين من على متن السفينة لأسباب صحية، ما جعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين يصف الاستقبال بشكل استثنائي. رفض الجانب الإيطالي استقبال السفينة فسرته فرنسا بالتنصل من مسؤولية الملقاة على عاتق دول الاتحاد الأوروبي، ما حدا بوزير الداخلية الفرنسي أن يشجب رد الفعل الإيطالي معتبرا أن حكومة إيطاليا الجديدة لم تتحمل مسؤوليتها كدولة أوروبية. لم يمر الوقت مرور الكرام فقد أثر الوزير الفرنسي أن يعلن أن الموقف الإيطالي ستكون له تبعات على العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على دعوة بلاده لعقد اجتماع على المستوى الأوروبي لمحاولة إيجاد طريقة لمنع حدوث هذا الوضع مرة أخرى. آلاف من المهاجرين دفعتهم آمالهم وألامهم نحو الموت المحقق وسط تبادل للمسؤوليات بين الدول الأوروبية التي تعاني هي الأخرى تغيرات اقتصادية واجتماعية قادتها إلى الإحجام عن استقبال مزيد من المهاجرين. الآن مشاهدينا نتحول إلى الزميلة أمل الحناوي مرة ثانية وهذه المتابعة لتطورات قضية سفينة المهاجرين. أمل. شكرا لك ياسر، شكرا رغدة. ومشاهدينا بعد التحية وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد بعد التحية، ما هي آخر التطورات لديك بعد رسو سفينة المهاجرين في ميناء تلون الفرنسي؟ كيف تقيم رد الفعل الفرنسي حول الموقف الإيطالي أيضا من سفينة المهاجرين؟ أمل تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. مشاهدي القاهرة الإخبارية، أخيرا وبعد معاناة انتهت مأساة 230 مهاجر غير شرعي بعد أن رست السفينة في ميناء تولون بجنوب شرق فرنسا، وهذا الميناء هو ميناء حربي، ستبقى يعني السفينة وسط مراقبة من قوات حرس الحدود، وهذا وقد تم نقل 4 بطائرات مروحية من المياه الإقليمية بالقرب من جزيرة كورسيكا لأنهم كانوا في حالة صحية صعبة للغاية، كما أكد على هذا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا. ما زالت الأزمة هي وسط تجاذبات ليس فقط بين الجانب الفرنسي من جهة والجانب الإيطالي من جهة أخرى، والإدانة التي أدانتها فرنسا على لسان وزير الداخلية الفرنسي بأن إيطاليا لا تحترم. مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27. من المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات كوب 27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. ومن المقرر أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بن في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول شرق آسيا وقمة شرق آسيا في كمبوديا، كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. نتابع مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27. من المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات كوب 27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. من المقرر أيضا أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بيه
فين في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا في كمبوديا، كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. نتابع مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27. من المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات كوب 27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. ومن المقرر أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بن في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا في كمبوديا، كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي أيضا المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. مشاهدينا الكرام، نتابع على الهواء مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27. ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات كوب 27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. ومن المقرر أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بن في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول شرق آسيا وقمة شرق آسيا، كما تتضمن أيضا جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27. من المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات كوب 27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. من المقرر أيضا أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بن في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا أيضا، كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا.
لمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد قناة القاهرة الإخبارية همام مجاهد. بعد التحية همام. نعم أمل، إذن وصل الرئيس الأمريكي جو بعد التحية بعد وصول الرئيس الأمريكي أهم الجلسات التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ولقاءاته في شرم الشيخ. طيب منذ قليل كما رأينا منذ قليل في هذه الصورة التي ننقلها لواء مباشرة وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ الدولي، من المنتظر خلال قليل أن يصل إلى هنا إلى مركز المؤتمرات إلى مقر انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27. بعد قليل أيضا سوف يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن يلقي كلمته أمام مؤتمر المناخ كوب 27، وأيضا سوف يطرح عدد من المبادرات لا سيما ما يتعلق بالتكيف مع القارة الأفريقية، وأيضا هناك مبادرة أخرى تعني يعني التخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن الانبعاثات الحرارية والتغير المناخي. هاتان مبادرتان سوف يطرحهم الرئيس أو يطرحهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا عدد من المسؤولين الأمريكيين ربما بحلول الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة بعد قليل بحضور وزير الخارجية سامح شكري وأيضا المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري. هناك العديد من الفعاليات التي سوف يحضرها الرئيس الأمريكي في شكل اجتماعات ثنائية واجتماعات بين الرئيس الأمريكي وأيضا عدد من الأطراف المعنية والمهتمة بالعمل المناخي. قبل قليل في هذه القاعة التي هي من خلفي كانت تتواجد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جانب عدد من رؤساء اللجان النوعية داخل مجلس النواب الأمريكي على رأسهم لجنة العلاقات الخارجية وأيضا لجنة التجارة واللجنة المعنية بتغير المناخ. أشادت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي التي حضرت إلى هنا إلى شرم الشيخ منذ البارحة والتقت الرئيس المصري أيضا عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين والمتابعين والمعنيين بملف المناخ هنا في كوب 27، أشادت بالتنظيم المصري لهذا المؤتمر ويعني حسب ما جاء في بيان أيضا صدر عن مكتب بيلوسي بالأمس فإن رئيسة مجلس النواب أشادت بتنظيم مصر لهذا المؤتمر وبتعزيز العمل المناخي الذي تقوم به مصر في هذه الأيام اتساقا مع استضافتها لقمة شرم الشيخ للمناخ. أيضا أشادت بالعلاقات المصرية الأمريكية بناء على سؤال طرحته القاهرة الإخبارية طرحه الزميل مصطفى عبد الفتاح منذ قليل في المؤتمر الصحفي الذي حضرته نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وأشادت بهذه العلاقات التي يمر في هذا العام قرن من الزمان بين العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية والتجارية والشراكة المستقرة والمستدامة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كثير من المسؤولين الأمريكيين يتواجدون هنا في مقر المنتدى في مقر مؤتمر كوب 27 وربما يطرحون كل هذه المبادرات التي سوف تعلن بشكل رسمي خلال الساعة 6 أي بعد ساعتين تقريبا من الآن، لكن قبل ذلك سيكون للرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أمام الحضور هنا في هذا المؤتمر، وبالتالي سوف يعلن الرئيس الأمريكي على جملة هذه المبادرات، خصوصا أن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية تحديدا الكونغرس الأمريكي وافق مؤخرا على قانون تخفيض التضخم. هذا القانون هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية الذي ربما يحفز المؤسسات ويحفز الولايات المتحدة الأمريكية على تقليل الانبعاثات وما يتعلق بالغازات الملوثة للبيئة وما يتعلق بالمثان. المسؤولون هنا في قمة كوب 27 في شرم الشيخ تحديدا المسؤولون الأمريكيون تحدثوا بشكل واضح وباعتزاز وبفخر عن إقرار هذا القانون في الولايات المتحدة الأمريكية وما يمكن أن ينتج عنه من انخفاض الانبعاثات ومن انخفاض أيضا الظواهر الطبيعية المتطرفة. كما تعلمون الصين والولايات المتحدة الأمريكية ربما يشاركون في 40% من التلوث المناخي في العالم، وبالتالي هم يعولون على مثل هذه المبادرات في انخفاض هذا انخفاض وتيرة أو الحد من وتيرة التغيرات المناخية. مسألة التمويل هي مسألة لافتة بلا شك في هذا المؤتمر، وحتى نانسي بيلوسي تحدثت عن هذا الموضوع باستفاضة وقالت أن الولايات المتحدة ملزمة وملتزمة بتحقيق وبالوفاء بتعهداتها التي أقرتها ووافقت عليها في مؤتمر باريس عام 2015، وبالتالي هي ربما تضاعف من هذا التمويل المخصص تحديدا للتكيف فضلا عن التمويل المخصص للتخفيف من حدة الآثار والانبعاثات الحرارية الموجودة في الدول النامية. هاتان المبادرتان المنتظرتان أن يطرحهما أو الوفد الأمريكي مساء اليوم هنا في شرم الشيخ هي متعلقة بأيضا تخفيف التكيف وبمعالجة التكيف، والأمر الآخر معالجة والتخفيف من حدة الانبعاثات الكربونية. وبمناسبة الانبعاثات الكربونية اليوم هنا في المؤتمر هو التخفيف من حدة الآثار الكربونية هو يوم التخفيف من الكربون في العالم. كل الموضوعات وكل جلسات ورش العمل الموجودة هنا الآن واليوم في شرم الشيخ تتحدث ربما عن كيفية أو وضع برامج عمل وطنية محلية محددة تحت إشراف الأمم المتحدة وتكون ملزمة لكل الدول بناء على موافقة برلماناتها من أجل الحد من الانبعاثات.
الانبعاثات الكربونية في العالم. على كل بعد دقائق قليلة ربما مجاهد موفد قناة القاهرة الإخبارية زميل همام مجاهد، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات وكل هذه التفاصيل. والآن مشاهدينا الكرام عودة إلى زميلين ياسر رشدي ورغدة أبو ليلى واستكمال باقي ملفات النشرة إليكما. شكرا لك يا أمل. وافقت دول جنوب شرق آسيا آسيان من حيث المبدأ على انضمام تيمور الشرقية لتكون العضو 11 في الرابطة. جاء هذا في بيان صدر بعد اجتماع عقده قادة المنطقة. قال البيان إن تيمور الشرقية ستمنح أيضا صفة مراقب في اجتماعات رابطة الآسيان رفيعة المستوى. يذكر أن تيمور الشرقية استقلت عن إندونيسيا بعد استفتاء عام 1999 اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2002. هذا ويواصل رؤساء دول جنوب شرق آسيا آسيان المشاركة في أعمال قمتهم التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بينه. وتناقش القمة عددا من القضايا الصحية والاقتصادية والأمنية في المنطقة لا سيما ملف ميانمار. تحت عنوان مواجهة التحديات معا تأتي قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في العاصمة الكمبودية بنوم بينه. الاجتماعات يناقش فيها قادة الدول العشر الأعضاء في الآسيان القضايا الإقليمية العالقة، ومنها تصاعد العنف والفوضى في ميانمار، فضلا عن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية والتوتر بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. رئيس الوزراء الكمبودي دعا في كلمته في افتتاح القمة إلى التركيز على الهدف المشترك المتمثل في التنمية المتبادلة للسلام والاستقرار وتحسن المنطقة، مع إقامة شراكات خارجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين للسلام والأمن الإقليميين والعالميين والنمو المستدام. نحن الآن في منعطف خطير حيث تعتمد حياة الملايين في منطقتنا على حكمتنا وقراراتنا وسياستنا الصحيحة للتصدي للتحديات الاستراتيجية التي نواجهها جميعا. إن الكوارث والأزمات يمكن أن تبرز أفضل ما في الناس، وفي هذا الصدد أعتقد أننا جميعا مجتمعون هنا اليوم لنتشارك الشعور بالحاجة الملحة للعمل معا في مواجهة التحديات المشتركة. الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة كمبوديا حسبما أعلن البيت الأبيض، وذلك عقب انتهاء زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ. القمة سوف تشهد مشاركة رئيس الوزراء الصيني لي كاي تشانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميت كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ووزير الخارجية الروسي سيرجي رافروف. محللون يرون أن قمة كمبوديا ربما تمثل فرصة لتلاقي قوى عظمى لطالما تناحرت مصالحها بين الجذب والاستقطاب، ما يحقق تعزيزا للسلام والازدهار في المنطقة. على طاولة في الفندق الذي يستضيف قادة دول الآسيان استعرض فنان كمبودي عشرات الأقنعة المزينة بأدق التفاصيل. وقال الفنان الشاب تامينغ سونغ إنه لا يهدف إلى بيع هذه الأقنعة في هذا المعرض، وإنما لإظهار تقليد لاخون خول الذي يتضمن عروضا مسرحية ورقصات كمبودية بالأقنعة تعود إلى قرون مضت.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل شرم الشيخ المصرية للمشاركة في قمة المناخ. موسكو تعلن اكتمال سحب قواتها من خرسون وتشدد على أنها أراض روسية. إيطاليا تعرب عن صدمتها إزاء رد فعل فرنسا بشأن رفضها استقبال سفينة المهاجرين. إلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرتنا. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما بإمكانكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، وبإمكانكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. إلى اللقاء، هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.